هل مره انا كنت بتجاذب معاك طرف الحديث لا يمكن ده هنا للتلفزيون برضه، هل نفس التشويش ده حصل في دخلة ناس خليل؟ هل صحيح الكلام ده برضه؟ طبعا هذا الكلام صحيح بنسبة 100%. نفس هذه التقنية وفي تلك الفترة كان قد استعمل كذلك، يعني قمر صناعي واستعمل الساتلايت تحديدا، وهو يعني جهاز دقيق جدا وجهاز هجومي، يعني يمكن نقول أن نصفه بأنه جهاز هجومي دقيق جدا يعمل في مجال الملاحة ويفيد العدو أو القوات المتحركة، بحيث أنها يمكن أن تسير بكومفلاش أو تخفي كامل حتى تحقق هدفها دون أن يفطن إليها أحد. فنفس هذه التقنية وبصورة أحدث استعملت الآن، وتلك التقنية التي استعملت في دخول خليل إلى أمدرمان كانت التغطية من هذا الجهاز الذي يعني يساعد